ينصب عزانه شاهدها في حياته سجن وبلاء وأذية واجهها في ثباته كم فاجعة ورزية شاهدها في حياته سجن وبلاء وأذية واجهها في من المهاج لضية ويا مقسى ذكريات من حالتي المنية حان الأسى بمماته من المهاج لضية ويا مقسى ذكريات من حالتي حان الأسى بمماته دار الزمن يحمل آلامي ومحن جدد المصايب جسما تحل والقلب منا اشتعل وبسمه مذايب دار الزمن يحمي الآلامي ومحن جدد المصايب جسما انتحل والقلب منا اشتعل وبسمه مذايب جن هال المصطفى واللي سامهم بالحقد نفس السم شنها للمصطفى لا يما واللي سامهم بالحقد نفس السم دار الزمن يحمي الآلامي ومحن جدد المصايب جسما انتحل
والقلب منا اشتعل وبسموم عذايب شنها للمصطفى الديالة يما واللي سامهم بالحقد نفسه سما شنها للمصطفى الديالة يما واللي سامهم بالحقد نفسه سام جسما انتحر والقلب منا اشتعل وبسموم عدايب جسما انتحر والقلب منا اشتعل وبسموم عذايب شنها للمصطفى الديالة يما واللي سامهم بالحقد نفسه سما شنها للمصطفى الديالة يما واللي سامهم بالحقد نفسه واللي سامهم بالحقد نفسه ما سموم ويجذب وهاتب الحسرة مظلوم مثيل أجداد لكن حال متغيرة مسموم ويجذب وأنته هاتب الحسرة مظلوم مثيل أجداد لكن حال متغيرة وهاليوم بداية لليتم والغابة الكبرى ما أدري بالرواية شلقالة من وصايا ما أدري بالرواية شلقالة من وصايا لكن أظن وصى بالضلع والنحار مد الولي يدنا هم غمضت عيونا فاضت يا ولي روحه ويتم المنتظر مد الولي يدنا هم غمضت عيونا فاضت يا ولي روحه ويتم المنتظر فاضت يا ولي روحه ويتم المنتظر فاضت يا ولي روحه ويتم على الراحة بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله على الراحة على الراحة ما أدري بالرواية شلق من وصايا لكن أظن وصى بالضلع والنحر مد الولي يدنا غمضت عيونا مد الولي يدنا غمضت عيونا فاضت يا والي روحا ويتم المنتظر
ينتظر. أدري بالرواية كل قال من وصايا، لكن أظن وصى بالضلع والنحر دي الولي يدنا مغمضت عيونا قضت يا والي روحا ويتم المنتظر وفي سامر مات الحسن وظلت عبره طول الزمان وفي سامر مات الحسن وظلت عبره طول الزمان وظلت عبره طول الزمان وظلت عبره مسموم ويجذب ونته وهات بالحسرة مظلوم مثل أجداد لكن حال متغيرة وهاليوم بداية لليتم والغابة الكبرى أدري بالرواية شل قال من وصايا لكن أظن وصى بالضلع والنحر دل ولي يدنا هم غمضت عيونا فاضت يا والي روحا ويتم المنتظر ما أدري بالرواية شل قال من وصايا لكن أظن وصى بالضلع والنحر قد الولي يدنا هم غمضت عيونا فاضت يا والي روحا ويتم المنتظر وفي سامر مات الحسن وظلت عبره طول الزمان وفي سامر مات الحسن وظلت عبره طول الزمان وظلت عبره وظلت عبره من غاب ولن هتكررت بعد رزاياهم واغراب على دار الولي كانت نواياهم من غاب ولن هتكررت بعد رزاياهم واغراب على دار الولي بانت نواياهم إيه والباب مثل باب النبي شاهد بلاياهم اهجموا في داره والمنتظر تواره اهجموا في داره والمنتظر تواره كنا من نظرهم ذكر الحاره كم فاطمه ضربوها وكم حورة روعها كم فاطمة ضربها وكم حورة روعها والمنتظر يا ولي روحة مفطورة اهجموا في داره والمنتظر توارى لكن من نظرهم تذكر الحورة كم فاطمة ضربها كم حورة روعها والمنتظر يا ولي روحة مفطورة أبوه ابن عشا ودار انهجم وياهي وحشة من هم لهم أبوه ابن عشا ودار انهجم
هم وياهي وحشة من هم لهم. أبوه ابن عشى ودار انهجم وياهي وحشة من هم لهم وياهي وحشة أهم. اهجام في داره والمنتظر توارى لكن من نظره ذكر الحارة. كم فاطمة ضربها كم حارة روعها والمنتظر يا ولي روحة مفطورة. أبوه ابن عشى ودار انهجم وياهي وحشة من هم لهم. أبوه ابن عشى ودار انهجم وياهي وحشة من هم لهم وياهي وحشة. ومات العسكري ولا وغاب المنتظر وياه يد محبابة. مات العسكري ولا وغاب المنتظر وياه يد محبابة. تهل دمعات بدموما على اللي غالت اسموما. معظم مصابة تجري بالرسية دمعة عسكرية ايه دمعة عاشرية. جثة بالوطية جثة رمية ترضى الأعوجية. تجري بالرزية دمعة عسكرية ايه دمعة عشرية. جثة بالوطية جثة رمية جثة بالوطية جثة رمية ترضى الأعوجية ترضى الأعوجية. وغاب المنتظر وياه ويت محبابا. تهل دمعات بدموما هي على اللي غالت اسموما. معظم مصابا تجري بالرزية دمعة عسكرية ايه دمعة عاشرية. جثة بالوطية جثة رمية ترضى الأعوجية. جثة بالوطية جثة رمية جثة بالوطية جثة رمية ترضى الأعوجية ترضى الأعوجية ترضى